للمزيد حول اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة تنضم إلينا جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري من مقر جامعة الدول العربية. من المقر ما التفاصيل؟ تفضلي. نعم نهى، بعد التحية تابعنا معكم منذ قليل فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع العادي رقم 158 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، والذي جاء بترأس ليبي بعد يعني خلافة الجمهورية اللبنانية. من المقرر في هذا الاجتماع أن يتم مناقشة عدد من الملفات العربية والإقليمية الهامة كالقضية السورية والأزمة اللبنانية وأيضا تطورات الأوضاع في على الساحتين العراقية والسودانية، وبالطبع بطبيعة الحال سيتم التطرق للحديث عن تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على دول المنطقة، و أيضا سيكون ملف سد النهضة على رأس الموضوعات التي سيتم مناقشتها في هذا الاجتماع. ويعني ككل دورة وككل اجتماع أيضا سيتم الحديث والتطرق عن القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، أيضا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني للقاهرة في الوقت الحالي. وفيما يخص القضية الفلسطينية سيتم تناول تطورات الأوضاع، وأيضا سيتم دعم موازنة لدولة فلسطين، وأيضا سيتم إصدار تقرير عن ما يتعلق بالأمن المائي العربي. نشير أيضا نهى أن قبل هذا الاجتماع تم عقد عدد من الجلسات التشاورية على مستوى المندوبين الدائمين داخل جامعة الدول العربية لوضع أهم النقاط والملفات التي سيتناولها اجتماع اليوم، وهو الاجتماع العادي رقم 158 للدورة العادية على مستوى مجلس جامعة الدول العربية لوزراء الخارجية العرب. وتم الاتفاق على 8 بنود، وهي خاصة بالقضايا العربية المشتركة على الساحة السياسية والأمنية والاجتماعية، وأيضا عدد من البنود الأخرى. إذا تحدثنا على سبيل المثال للحصر عن أهم القضايا التي يعني تأتي من هذه البنود، فسيتم تناول والحديث عن التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية لداخل الدول العربية، وأيضا مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي لدول المنطقة، أيضا دعم النازحين داخليا في الدول الغربية، إلى جانب اتخاذ موقف عربي موحد إزاء التدخلات وانتهاء القوات التركية للسيادة العراقية وغيرها من الملفات الهامة التي تشغل عدد كبير من الدول العربية. شكرا جزيلا جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري من مقر جامعة الدول العربية.